الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كان برنامجنا أن نتناول السور المباركة حسب الترتيب في المصحف الشريف مع اختيار بعض الآيات من كل سورة، ولكن طلب سيد جابر طلب خاص من مدة، قال أنا بودي أن نتعرض لتفسير سورة ياسين المباركة بكل آياتها، بحيث يعني نشرح كل الآيات ولا نختار آيات معينة، وأن لا ننتظر إلى أن نصل إلى دور هذه السورة، وأحب أن نعجل في شرحها. وبالتالي استجابة لهذه الرغبة نبدأ إن شاء الله من هذا الأسبوع في بيان وتفسير سورة ياسين المباركة. ولا شك أن للمسلمين عناية خاصة بهذه السورة من حيث التلاوة والمواضع المختلفة التي يتلون فيها هذه السورة، وأيضا من الناحية الزمنية المناسبات الزمنية المختلفة. هذه العناية لم تأتي من فراغ، بل هناك روايات رواها المسلمون عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تدل على شيء من قيمة هذه السورة بشكل إجمالي. من بين هذه الروايات الرواية المشهورة أنه قال صلى الله عليه وآله: أن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. الآن حاول بعض المفسرين بعض الباحثين حاولوا أن يبينوا ما معنى أن القرآن أن ياسين قلب القرآن، فقالوا على سبيل المثال أنها تحتوي على الأصول العامة
للإيمان، للعقيدة الإسلامية، للفكر الإسلامي، مسألة التوحيد، مسألة النبوة، مسألة المعاد، بيان مجموعة من الحقائق المختصة بهذا الأمر، وما يدور في أجواء هذه المسائل الثلاث، الأصول الثلاث المهمة. ومن هنا جاء صارت هذه السورة بمثابة قلب القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعني يتمحور حول هذه القضايا الثلاث عموما. ولكن هذا الكلام صراحة غير مقنع، باعتبار أن الكثير من السور القرآنية هي تشتمل، خاصة المكية منها، هي تشتمل على هذه القضايا الثلاث وتركز عليها، تتكلم عن مسألة التوحيد، تتكلم عن مسألة النبوة، تتكلم عن مسألة المعاد، وبعض السور بشكل مفصل أكثر من هذا، وأدلة أكثر وبيان أكثر. وبالتالي هذا يعني التبرير حقيقة غير مكتمل، غير ناضج أو غير مقنع، ونوكل علم الأمر هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول بأن ما ورد في الروايات هو بيان لعظمة هذه السورة، واعتبارها قلب القرآن هو أمر يعود إلى يعني من قال هذه الكلمة، إن كان فعلا صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله فهو أعرف بهذه الحقيقة. الحين خلنا نخلص احنا نهاية قلب القرآن، بعدين نشوف قلبها داخل شنو. طيب، طبعا السورة كما هو واضح من سياقها من مواضيعها هي سورة مكية، وهذه السورة المكية كما تناولت القضايا الثلاث اللي ذكرناها هي طافت في الآفاق الرحبة لخلق هذا الوجود، لهذا الوجود، للكون، ودلالة ذلك على عظم خلق الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة الله عز وجل. الأمر الثاني تحدثت عن الواقع المنحرف للذين كان يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يصرون على الإنكار وعلى الجحود، وبالتالي حملتهم الآيات مع العتاب الشديد، كانت تحملهم مسؤولية هذا الموقف، وتقول لهم بأن الموقف في اليوم الآخر سيكون ناتجا عن هذا الموقف في الدنيا. النقطة الثالثة أنها تحدثت عن رسول الله واتهامه بالشعر، وأن القرآن من الشعر، وبالتالي ردت على هذه التهمة. الأمر الرابع في ختام السورة حديث عقلاني عن اليوم الآخر، عن القيامة، وعن بعض المظاهر المتعلقة بالثواب والعقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. هنا توقف المفسرون عند هذه الآية على قصرها، ومكونة هي في الواقع من حرفين، ياسين. ما معنى ياسين؟ رأي الأول ويبدو هو أفضل الأقوال، أقوى الأقوال أوفقها، أنها من الحروف المقطعة، حالها حال الحروف المقطعة الموزعة في السور المتعددة، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم، ألف لام راء إلى آخره. هذا واحد. الرأي الآخر يقول له هو اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا عندنا سورة طه، بدايتها شنو؟ طه، هناك اسم للنبي، وهنا أيضا شنو؟ اسم لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن مع ملاحظة أنه من قال بهذا القول أن ياسين اسم للنبي، يعني ليست هذه الكلمة مركبة من كلمتين، هي كلمة واحدة، اسم، اسم، اسم لرسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما اسمه محمد، مثل ما اسمه أحمد، هذه تسمية ولعلها إلهية لرسول الله مكونة من حرفين ياسين، خلاص. لكن قالوا لما الواحد يبي يسمي ولده ياسين، معروف الناس تسمي عيالهم ياسين، فلما يسمي ولده ياسين لا يكتبها حرفين، هذا خطأ، هذه كتابة المصحف ياسين، المفروض أنه يكتبها كما تنطق، يا يا ألف سين يا نون، واضح شلون؟ طيب. الرأي الثالث يقول لا، هي مركبة من كلمتين، يا سين، يا حرف نداء، يا حرف نداء زائد سين، هذه السين يقولون في لغة الحبشة
وفي لغة طيء، طيء من هم؟ لما نقول حاتم الطائي، طيء قبيلة من كندة، متواجدين وين؟ متواجدين كانوا في شمال نجد، واضح شلون؟ فهم يقولون في لغتهم هذيل العرب، وفي لغة الحبشة هذيل مو عرب، الحبشة مو عرب، لكن كان بينهم وبين الجزيرة العربية تلاقي وكان في تواصل، واحنا نعرف بأن الهجرة الأولى كانت أيضا لوين؟ للحبشة. طيب، فيقول بلغة أهل الحبشة وبلغة طي هي تعني إنسان، يا حرف نداء زائد سين يعني يا إنسان، واضح شلون؟ فهو نداء للإنسان مثل يا أيها الناس، هذا معناه. بس هذه إذا مو بلغة طي فهي تصير بلغة غير عربية. ليش تيجي بلغة غير عربية؟ القرآن الكريم بلسان عربي مبين، إلا إذا نقول بلغة طي أنها كذلك. هل في دليل على هذا؟ يحتاج واحد متخصص في اللغات يروح يشوف، لأن هذه أقوال من بعض المفسرين الأوائل زين في العصر الأول في القرن الهجري الأول، بعض المفسرين قالوا هذه الأمور، بالتالي ما في دليل أكيد على أنها هذا هو المقصود، هو نوع من الاجتهاد في محاولة لفهم الآية ومعرفة أصلها. وبالتالي ياسين يعني شنو؟ يا إنسان. الإشكال اللي يرد هني عليها أنها مكتوبة شنو؟ بدون ألف. المفروض لو نداء تنكتب كلمتين، هي كلمة من حرفين، لو كانت يا للنداء فالمفروض شو تصير؟ يا وبعدين مثلا سين، حرف السين، أو سا سين يا نون مثلا، مثلا، واضح شلون؟ لكن هي مكتوبة ياسين بهذا الشكل، فكتابتها بالمصحف كأن قرينة على أن هي ليست متضمنة لحرف النداء يا، وإنما هي ليس هي كلمة واحدة مثلا أو حرفين مركبين بهذا الشكل. بس انكتبت هذه واو، هني أصلا ما في ألف، أنت قصدك مثل الرحمن مثلا، أي لا مو كذي، واضح شو؟ إنزين، الاحتمال الرابع ياسين، المصريين يقولون يسي أحمد يسي، أي فبالتالي هذه سيد يا سي يا سيد، اختصارا شو يقولوا لها؟ سي سي محمد سي. فقال هني بعض المفسرين ان يا سي يعني شنو؟ يا سيد. منو هذا السيد؟ سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ايضا مو قول حديث، هذا كله من القرن الهجري الأول، من العصر الأول، عرفت شلون؟ فمن ذاك الوقت هذه اللهجة موجودة، هذه الطريقة في التعبير موجودة، يا سي يعني يا سيد. أيضا المشكلة هني حرف النداء يا، والشيء الثاني هني شلون تلفظ الكلمة يا سين، مو كذي احنا قاعد نقولها؟ هناك هم شو يقولون؟ يا سي يا سي أحمد يا سي محمد يا سي، ما في نون، فوجود النون في آخرها زائد ما في فصل هني بيا مع الألف، يعني هذا يبين بأن هذا يعني التوجيه ليس بدقيق. أغرب الأقوال بالنسبة لي على الأقل أنه هو من أسماء الله عز وجل، ياسين من أسماء الله، شون الرحمن شون كذا، من أسماء الله شنو؟ ياسين. هذا أغرب الأقوال اللي وجدتها من أقوال المفسرين، وصاحب هذا القول يقول وعليه فلا يجوز لأحد أن يتسمى باسم ياسين، لأن هذا من أسماء شنو؟ الله، اسم مختص بالله عز وجل. طيب، على كل حال، لكن يبدو أنها من الحروف المقطعة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذه الواو مو واو عطف، ليست واو عطف، هذه واو قسم. الله سبحانه وتعالى هني يقسم، مثل ما نقول والله، هني الله سبحانه وتعالى يقسم والقرآن الحكيم، يقسم ليش؟
ويقسم حق منه. القسم أنت تجيبه حتى تقنع أحد، صح ولا لا؟ حتى تأكد المضمون لأحد ما. من هم المخاطبون؟ من هم المقصودون؟ طيب المشركين طبعا الرأي الأول اللي هو عليه المفسرون تقريبا، إذا مو كلهم فالغالبية العظمى، يقولون بأن المشركين لما كانوا ينكرون سماوية القرآن الكريم كانوا ينكرون أن النبي صلى الله عليه وآله مرسل من عند الله عز وجل، لما كانوا يطالبون بالمعجزات المادية الشبيهة بمعجزات الأنبياء السابقين كموسى عليه السلام كعيسى عليه السلام، لما كانوا يطالبون بكل هذا والله كان يكرر في القرآن أن ما في معجزة مادية، كل ما تطلبون أنا ما راح أحقق، حتى أنت يا رسول الله لو تطلب هذا الشيء ما راح يصير، وإذا تبي أنت تروح تسوي معجزة روح نسوي معجزة شوف تقدر. فبالتالي طلب المعجزة هذا أمر منفي ما كان يصير ولا راح يصير. الضغط اللي كان يمارسونه المشركين الله سبحانه وتعالى دأب في القرآن الكريم على أن يوجه المشركين إلى التمعن في القرآن، فهني يقسم لهم بالقرآن، والقسم دائما يكون بشيء عظيم، فيقول لهم شوفوا هذا الشيء العظيم وهذا الشيء الحكيم اقرأوا فيه، بدل من الخوض في هذا الحديث حديث طلب المعجزة، بدل من العناد افتحوا عقولكم واقرأوا القرآن بتمعن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وبالتالي هني منو المقصودين في الآية؟ الخطاب لمنو؟ خطاب للمشركين حسب الرأي الأول، قلنا اللي هو على المفسرين أو غالبيتهم العظمى، إن الخطاب للمشركين والقرآن الحكيم يا مشركين، والقرآن هذا العظيم هذا العظمة اللي موجودة في القرآن، تمعنوا في القرآن، مضامين القرآن، محتوى القرآن، تشريعات القرآن، قصص القرآن، أسلوب القرآن، بيان القرآن، تمعنوا في كل هذا، سيتأكد لكم الحقيقة أن هذا ليس من عندي محمد صلى الله عليه وآله. ورسول الله الذي لم يتلقى العلم وأنتم تعلمون ذلك، وهو ابن بيئتكم ابن بلدكم، وأنتم راقبتم حياته وتعرفون مع من كان يجلس ومع من كان يلتقي وأين كان يذهب، أنتم تعرفون هذا الرجل، هل وجدتموه قد درس عند أحد من أهل الكتاب مثلا، من صاحب علم ذهب إلى كتاب يقرأ يكتب؟ أنتم تعرفون هذا الشخص، وبالتالي هل سمعتموه يوما أنشد شعرا قال نصا فيه من الفصاحة والبلاغة الشبيهة بما في القرآن؟ أبدا. فبما خبرتموه من هذا الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وآله، المفروض أنه يتأكد لكم أكثر أن هذا القرآن من عند الله، وأن هذا الرجل فعلا هو رسول الله، واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في التبليغ. فبالتالي الآية تكلم المشركين وتحاول تقنعهم بأن القرآن من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وآله مبعوث من عند الله، من عند الله عز وجل ليبلغ رسالات. قال الشاعر: نفسي لمن لم يقرأ العلم الفداء، يعني نفسي الفداء، يعني أفدي بنفسي لمن لم يقرأ العلم، يعني قبل ما ينزل عليه القرآن ما درس مكان، وجاء بهذا الشيء العظيم في المحتوى وبهذا الشيء العميق في الأخبار التاريخية وفي بيان الحكمة والأخلاق، لكنه فاق الأنام وأرشدا، لم يدخل الكتاب يوما حينما أضحى المعلم للألوف على المدى، هو صار معلم للألوف على مدى الزمان ها، ولكن هو ما دخل مكان، هذا دليل على أنه شنو مو من عنده.
لا، ليس ما اجترح الرسول بسحره، وهذا أيضا ليس بسحر، رب السماء أوحى إليه وسدد. فهذا كله هو وحي من السماء ومن عند الله. ولذا جاءت الآية لتقسم بالعظيم اللي هو القرآن، والقرآن ثم ضافت إلى العظمة شنو؟ ما فيه من الحكمة، يعني ادرسوا حكمة القرآن، الحكمة اللي في القرآن، الهداية اللي في القرآن، الحكمة المرتبطة بالتفكير، بالقول، بالسلوك، بالفعل، هذا الإرشاد اللي موجود في القرآن والهداية، ادرسوا ذلك، تأكد أن هذا مو من عند محمد صلى الله عليه وآله. أو الحكيم بمعنى المحكم، يعني ما في خلل، متقن، ما تشوفون في خلل لا في اللغة، لا في خلل في البيان، لا في خلل في الأفكار، لا في كذب، لا في أساطير، لا ما في شيء من هذا القبيل أبدا. هذا دليل على أنه مو صناعة بشرية. لو صناعة بشرية اليوم يقول شيء باكر يقول شيء ثاني، اليوم يتكلم عدل باكر يخطئ بعض الأشياء، لا، تشوفونه متقن، فهو محكم البنيان هذا القرآن. هذا دليل على أنه ليس من صنع البشر، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأي الثاني يقول لا، الخطاب لرسول الله، الآيات قاعد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، شلون تكلم النبي؟ احتمالي أما نقول بأن الآيات جاءت في أجواء ضغط نفسي شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذيل المشركين كانوا يشككون وكانوا يطالبون بالمعاجز كذا، فلما ما كانت تتحقق ويثيرون الإشكالات وراء الإشكالات، كان النبي صلى الله عليه وآله يفكر هل ممكن هذا كلامهم صحيح؟ ممكن أن أنا اللي شفته، الوحي اللي شفته أول مرة كان هذا خيال؟ هل ممكن هذا الكلام كله كان من إيحاء خارجي ليس بسماوي؟ محادثة نفس، تصور شخصي، أي عامل آخر غير مرتبط بالله عز وجل، هل ممكن كلام المشركين أصلا فيه حق؟ وبالتالي تأتي الآيات لتنفي مجرد التفكير. هذا ليس بمعنى أن النبي كان يصدق كلامهم وإلا ماكو قيمة لبلاغة، وإنما بمعنى أن النبي كأي إنسان يفكر بالنتيجة في كلام الآخرين، يثير التساؤلات في ذهنه ويسير في مسار إثبات هذه التساؤلات والتشكيكات أو نفيها. فجاءت الآيات فورا من أجل ماذا؟ أن تؤكد الحقيقة بأنك لا، فعلا أنت رسول. ياسين والقرآن الحكيم، ما قالت الآية إنه عشان تكون مخاطبة للمشركين، إنك تكلم الرسول الآيات، يا رسول الله إنك، إيه إنك ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر، مو لينذر، لتنذر قوما. إذن الخطاب والتوجيه حق منه؟ للرسول صلى الله عليه وآله، لا بمعنى أن الرسول هنا شك، وإنما كان يفكر ويراجع كلامهم، فتأتي الآيات حتى لا تعطي لأي مجال من مجالات اهتزاز موقف النبي صلى الله عليه وآله تحت الضغط، أو تغيير موقفه، أو مداهنة، أو شيء من القبيل، فتأتي الآيات تفعل ماذا؟ تثبت الرسول، تقول لا، وتقسم لو كذا أن هذا أو الفكرة الصحيحة، الأمر الصحيح هو أنك من المرسلين، وهذا قرآن من عند الله، وذاك فعلا وحي إلى آخره. إذن هي تأتي من مصادق شنو؟ لنثبت به فؤادك، يعني نزول القرآن مقسما نجوما مفرقا، لماذا؟ من أجل أنه كلما وقع النبي تحت ضغط شديد فكان يحاول أن يتخلص من هذا الضغط ولو على مستوى التفكير، تأتي الآيات وتثبت النبي، تثبت قلبه، ثبت به فؤادك. واضح شلون؟ فإذن الآيات هي تخاطب الرسول، طبعا هي بالتالي
تبع أيضا ترسل رسالة للمشركين، لكن غرضها الأساسي تبين للرسول. وبعدين بعد ذلك تبدأ تذكر قصة منه المرسلين الثلاثة، تعطي للرسول نموذج أن أيضا مو بس أنت اللي تكذب، السابقين أيضا ماذا؟ كذبوا. هذه السنة الطبيعية. فإذا تستمر الآيات في توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله. احتمال الآخر اللي هو أيضا في هذا الجو والمخاطب هو النبي، لا لا بمعنى أن النبي كان يفكر بهالشيء، وإنما كأن رسول الله كان يناجي ربه، يعني مع التعب النفسي، مع الضغط النفسي، مع التعب الجسدي، الله سبحانه وتعالى كان موجه الرسول يقول له عندك الليل صح، وفي هذا الليل أنت اقعد وتعبد واذكر الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الأجواء كان رسول الله يناجي ربه، يا رب شوف هذه الأوضاع، ليش ذي ما يؤمنون؟ يا رب وهذه رسالة من عندك، المفروض أن هذا البيان، هذا الوضوح، هذه القوة، هذه المعجزة القرآنية، المفروض أنها شو تسوي فيهم؟ تقنعهم. فيا ربي ما الأمر؟ لماذا ليسوا كذلك؟ فتأتي الآيات شو تقول له؟ تقول له لا، القصة ما هي قصة أن هذه مو رسالة من عند الله، أن هذا مو منزل من عند الله، أن هذا القرآن مو عظيم، لا والقرآن العظيم والقرآن الحكيم، أن ما في، لا القرآن ما في خلل، الرسالة ما فيها خلل، أنت هم ما عندك خلل، المشكلة وين؟ فيهم. ولذا الآيات بعدين شو تقول؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل. أي فإذن أهم المشكلة عندهم، وهم مو متعودين على شيء اسمه رسالة سماوية. الخلل عندهم يكون تصبر نفسك، يكون تتحمل، شوف ذيلاك الثلاثة المرسلين أرسلناهم وعززنا وكذا، آخرتها راحوا قتلوا الرجل، هذا طبيعة ردود فعل الناس. فإذن هو نوع من الرد على مناجات نبوية في هذا الاتجاه. طيب على كل حال، على صراط مستقيم، إن وبعدين الكاف، إنك هذا اسم، إن حرف ناسخ اسم، إنك لمن المرسلين، تأخذ هي اسم وتأخذ خبر، مثلا تقول إن محمدا في البيت، إن محمدا موجود، واضح؟ فتأخذ اسم وتأخذ خبر، الاسم يصير منصوب والخبر يكون مرفوع. إنك هذه الكاف هي الاسم، لمن هذه اللام، لمن المرسلين، وخر اللام، من المرسلين، هذا جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدر، زين؟ فيصير الخبر موجود. بعدين شو تقول؟ على صراط مستقيم، هذه على صراط مستقيم خبر بعد خبر، يعني خبر ثاني لنفس الاسم هذا اللي هو دخل عليه شنو؟ إنه. مثل شو تقول مثلا؟ تقول حسن، حسن مثلا، أو محمد ذكي نشيط فعال، زين؟ هذا ذكي خبر أول، نشيط خبر ثاني، فعال خبر ثالث، ثلاث أخبار، وانت في البداية جبت مبتدأ واحد اللي هو منه حسن، عدل؟ هني هم القرآن شو يقول؟ يقول إنك لمن المرسلين، والخبر الثاني شنو؟ على صراط مستقيم، يعني إنك على صراط مستقيم. واضح شلون؟ إيه لمن المرسلين، فأكو قسم تأكيد، لا للتأكيد، على صراط مستقيم. فإذا هني تنبيها على عظمة رسالة النبي وأنه قدوة في الاستقامة، على صراط مستقيم. فاللي يبي يكون على صراط مستقيم ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله على مستوى الفعل والقول. كلمة على تدل على الفوقية المفروض الحقيقية، مثلا أقول وضعت الورقة على
هذا حقيقي صح؟ ومرات يكون مجازي، ما في صراط، ما في طريق كان الرسول واقف عليه، وإنما هو تعبير شنو هني؟ مجازي. فعلى للاستعلاء المجازي، على صراط مستقيم يعني متمكن، رسول الله متمكن من الصراط المستقيم، يعني مشيت على الصراط ما فيها أي اعوجاج ولا تردد ولا رجوع للوراء ولا انحراف. واضح شلون؟ فإذا على صراط مستقيم يعني هو متمكن من الصراط المستقيم، مثل الآية تقول أولئك على هدى من ربهم، على هدى. الهداية ما تصير أنت فوقها، بس هني مقصود شنو؟ يعني الهداية من متمكنة منهم، هم متمكنين من الهداية. على مو الصراط المستقيم، على صراط. إذا دخلت الألف واللام كلمة صراط تصير معرفة، إذا ما في ألف ولام صراط تصير شنو؟ نكرة. زين ليش يتهني الصراط نكرة؟ يقول من باب التفخيم، من باب التعظيم، تعظيم هذا الصراط، تفخيم هذا الصراط، فصارت نكرة. على صراط مستقيم. زين الصراط هو الطريق الواضح المستقيمة، فليش يتكلمة مستقيم؟ ليش ما قال بس على الصراط؟ يقول توضيح للاستقامة، مع أن كلمة الصراط هي تحتوي على الاستقامة، طريق مستقيم، صراط يعني طريق واضح، وهذه الطريق فيها استقامة. مع هذا ياب كلمة شنو؟ مستقيم، لتأكيد الاستقامة في هذا الطريق. تنزيل العزيز الرحيم، شنو هو تنزيل العزيز الرحيم؟ بعد ما خلص وتكلم عن جواب القسم والقرآن العظيم، هذا جواب القسم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، انتهى، رجع مرة ثانية للمقسم به اللي هو القرآن. ايش في هذا القرآن؟ تنزيل العزيز الرحيم. زين ليش تنزيله فتحة؟ ليش فتحة؟ الاسم ما عليه فتحة أول الكلام، المفروض ضمة مثلا إذا مبتدأ، صح؟ إذا خبر مقدم هم ضمة، ليش فتحة؟ يبين أن أكو فعل، هذا الفعل محذوف مقدر، والفاعل محذوف مقدر، وهذا مفعول مطلق، والقرآن المنزل تنزيل العزيز الرحيم، فهو مفعول مطلق. شنو يعني مفعول مطلق؟ يعني المفعول يكون من نفس مادة الفعل، نفس الحروف. كتب كتابة، قرأ قراءة. واضح شو؟ طيب تنزيل العزيز الرحيم، ايش معنى هالصفتين؟ ليش مو تنزيل مثلا الرحمن الرحيم؟ ليش العزيز الرحيم؟ اي شنو هني العزة؟ هو قاعد يتكلم عن القرآن، هذا القرآن منزل تنزيلا من قبل منه؟ من قبل العزيز. إذن الله هو المتمكن، الهداية الموجودة في القرآن هداية متمكنة، هداية قوية، التشريعات اللي موجودة في القرآن تشريعات قوية، الحكمة اللي موجودة في القرآن حكمة شنو؟ قوية، ما فيها اهتزاز، ما فيها ضعف، فهو تنزيل العزيز. فمدام تنزيل العزيز، إذن مضمون القرآن أيضا شنو؟ عزيز قوي، ما في يقدر واحد وينفي مضمون القرآن، يشكك في القرآن، يشكك إيه نعم، لكن شكوكه شي يصير فيها تسقط من الاعتبار. فبالتالي جاءت كلمة العزيز من هذا الباب لبيان عزة القرآن، وعزة القرآن من عزة الله عز وجل، لأنه هو منزل القرآن. تنزيل العزيز الرحيم لأن تجليات الرحمة في القرآن كثيرة، من بداية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، تأكيد على الرحمة مرتين بأنواعها، ثم الهداية أصلا اللي في القرآن
هي من أجل رحمة البشرية. إن شاء الله نرجع في الأسبوع المقبل إذا الله أحيانا، نقرأ الآيات مرة ثانية، نكمل من الآية السادسة إلى الثانية عشرة، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.